يعني أنا سعيد جداً أني موجود في هذا المعرض عن تصميمات طلاب المدرسة الأهلية ومدرسة المطران. الحقيقة شفت شغلات عاملينها الطلاب صف 8 وصف 9 وصف 10، إشي يورجيك أنه إذا الطلاب الواحد تعهدهم بالطريقة الصحيحة ممكن يطلعوا شغلات حلوة كتير. يعني في ناس عاملين برامج لها علاقة بتصميم سيارات، تصميم أزياء، تصميم مجوهرات، وناس بيعملوا ألعاب. شفت ناس من اللي موجودين فاوضوهم على إنهم بدهم يشتروا منهم شوي مشان يستعملوهم للناس. فإذا كان طالب صف 8 أو صف 9 قاعد بنتج هلا وهو بهالعمر هذا وبيصمم شغلات بهذه الجودة، فتخيلي أنت لما يكبر أو يصمم الشركة الصغيرة تبعته بعدين كيف بدها تكون. أنا طريقة التدريس هون والرعاية اللي الطلاب لاقينها بهاي المدرسة أو بهاي المجموعة من المدارس إشي حقيقة بدل على إنه أولاً التعليم خير، الشغلة الثانية إنه شبابنا صغار مستعدين إنهم يمشوا بشغلات رائعة وجميلة وتؤدي إلى بدايات لشركات بتحمل الاقتصاد الأردني للأمام. اليوم سعيدة وفخورة كتير بهذا العمل. دائما بعرف طلابنا الشباب والبنات في الأردن عندهم قدرة على الإبداع والابتكار وتنفيذ الأشياء، فاليوم بالنسبة لي كمان مفاجأة. بقدر أنا مؤمنة فيهم بقدرتهم على التخيل وقدرتهم على التصميم والتنفيذ. اللي شفناه المشاريع اليوم مشاريع على كل المستويات، سواء عم نحكي على تصميم أثاث جديد، تصميم مجوهرات، الفكرة يعني الطلاب عم بيفكروا بطريقة مبدعة ومبتكرة وبطريقة مختلفة. البرامج اللي مصممينها، برامج التعليم، برامج الروبوتكس، شفتوا قديش كان في عمل مهم جدا. الأبنية الجديدة، احترامهم للطاقة، فهمهم لحاجة الأردن الاقتصادية، كنا نستعمل الرياح في مشاريعنا. يعني كل اللي شفناه هون يبني على الجديد، ينتج الجديد. احنا هنا صف سادس، عملنا كلوكس، كان الجول تبعنا انه نعمل كلوكس. تقسمنا لبارتنرز كل واحد عشان كل سن يكون عنده كلوك. بعديها احنا بلشنا نسوي انترفيو، استعملنا جوجل سكتش اب وخططنا بايدينا عشان نطلع بهذا الفعل. انا كمان اكتشفت، انا عم بحكي عن حالي، انه انا كثير اكتشفت انه عندي حب للتصميم، وانا صرت زي مش اصمم بس بالصف، اصمم بالبيت. اكتشفت انه عندي موهبه بالتصميم وعندي كمان شغف فيه. هلا احنا انطلب منا نعمل اشياء ذات ويل كومباين بوث التراديشنز تاعون الاردن مع اشياء تسوت التين ايجرز والايج جروب تاعي. فانا قررت اعمل شيء له دخل بالفاشن والموضه، فعملت هذا الجمب سوت. هو فيه كل الكولرز الأردنية مع جوردينيان توتش، بنفس الوقت اتس مودرن وسوتس كل الايج جروب اللي انا عملته بيست على السيرفي. كثير حبيت البارت اني اطلع الافكار وارسم وتسكتش وكل شيء، بس الخياطة واجهت فيها شوية صعوبة.